السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات مدرسة توليب والياسمين الليبية، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء الصف الحادي عشر. النهاردة إن شاء الله عز وجل هنتكلم على الوحدة الأخيرة لينا في هذا الترم التي هي بعنوان الصوت، الصوت ساوند. في البداية أنتهز الفرصة وأهنيكم بقدوم شهر رمضان العظيم أعاده الله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، كل عام وأنتم بخير. الحقيقة هنعمل تهيئة مع بعض كده عن الصوت ونتفرج مع بعض على الفيديو ده وبعدين نرجع نتكلم عن المحتوى بتاع الكتاب. دائما هناك أصوات حولنا في كل مكان، ومصادر الأصوات كثيرة ومتعددة، وتصدر الأصوات على سبيل المثال من الإنسان، لازم فعلا تعرف، والحيوانات والنباتات حين تهزها الرياح فنسمع حفيف أوراقها، والظواهر الطبيعية وأشياء أخرى كالأدوات نتيجة التصادم أو الاحتكاك، وكذلك الماكينات في المصانع ووسائل النقل كالسيارات والقطارات والطائرات وغيرها. ولكن كيف ينشأ الصوت؟ قم بهذه التجربة البسيطة بنفسك. ثبت أحد طرفي المسطرة على منضدة، ثم اجذب الطرف الآخر لأسفل، ثم اترك. حتما ستسمع هذا الصوت المميز. وإذا أمسكت بطرف المسطرة المهتز سيتوقف الصوت. كرر ثانية. من هذه التجربة البسيطة نستنتج أن الأصوات تنتج عن اهتزاز الأجسام. الآن لنجري تجربة أخرى باستخدام الشوكة الرنانة. إذا طرقنا الشوكة الرنانة برفق بجسم خشبي ثم قربناها من الأذن فإننا نسمع صوتا كهذا. السبب طبعا أن الشوكة تهتز. تستطيع أن توقف الصوت بأن تمسك الشوكة، وتستطيع أن ترى اهتزاز الشوكة إذا دققت النظر قليلا، لكن إذا لمست بها سطح الماء سترى اهتزاز الماء بوضوح. إذن ينتج الصوت من اهتزاز الأشياء ويتوقف عند توقف الاهتزاز. في التجربتين السابقتين نجد أن صوت المسطرة في التجربة الثانية فإن الصوت انتقل من الشوكة إلى الأذن في الهواء أيضا. لكن ماذا لو صدر صوت تحت الماء؟ هذا وعاء به ماء، وسنأتي بملعقتين وسنطرق واحدة بالأخرى في الجزء المغمور تحت الماء. هل تسمع الصوت؟ لقد انتقل الصوت في الماء ثم في الهواء حتى وصل أذنيك. إذن ينتقل الصوت في الغازات والسوائل. جرب بنفسك انتقاله في الأجسام الصلبة. قم بهذه التجربة البسيطة. ضع أذنك على طرف منضدة في البيت، يضرب بإصبعه برفق على الطرف الآخر من المنضدة. حتما ستسمع الصوت. وبهذا نستنتج أن الصوت ينتقل في الغازات والسوائل والأجسام الصلبة. والآن مع سؤال الذكاء، لماذا نقر الشخص الآخر برفق على المنضدة في تلك التجربة؟ زي ما احنا شفنا يا شباب الفيديو البسيط الرائع اللي اختصر المحتوى بتاعنا النهاردة، بس احنا هندخل بيه بقى بشكل مفصل ونشوف ايه الفكرة بتاعت الدرس. طيب يا شباب، اول حاجة طبيعة واصدار الصوت. طبيعة الصوت ايه واصدار الصوت ازاي؟ يقول لك الصوت شكل من اشكال الطاقة، وانتقل من نقطة إلى أخرى كموجة. وكما ذكرنا في الوحدة السابقة لو فتحنا صفحة 80 مثال هنلاقي إن الصوت بينتقل مثال للموجة الطولية. نرجع كده لصفحة 80 نشوفها في أول باب أخدناه. تمام، صفحة 80 مع بعض يا شباب. أيوه، هذه صفحة 80. الموجة الطولية شايفين بينتقل ازاي؟ تضاغط. قلنا الموجة الطولية تسمى الموجات التي تسير في اتجاه موازي لاتجاه الاهتزازات، موجات ايه؟ طولية. يبقى هو دايما الموجة
هتسري في اتجاه الاهتزازات، ستنتقل من خلال انضغاط وتخلخل وتمديدات وهكذا، ثم ينتقل الصوت من خلال. تمام جدا. نرجع للدرس بتاعنا اهو. يبقى الصوت عبارة عن شكل من أشكال الطاقة، وينتقل من نقطة إلى أخرى كموجة، والنوع الموجة بتاعته موجة طولية. تمام؟ زي ما شفنا في الفيديو الصوت ممكن يصدر إزاي، وشفنا تجربة الشوكة الرنانة، شفناها مع بعض أهي. ده الشكل بتاعها، ده طبقات الهواء في موضع في مواضع غير مضطربة، مفيش أي مشكلة، طبقات الهواء زي ما احنا شايفين. أول ما نحرك الشوكة الرنانة ونعمل لها خبطة ونبدأ نشوف موجات الهواء تتغير ازاي، هنلاقي هنا جزء بدأ ينضغط، تمام، وجزء هنا مش منضغط، وبعدين ينضغط هنا فينتقل كأنها موجة طولية. طبقات الهواء بتقعد تتزحزح وتنقل الصوت إلى الأذن، يعني زحزحة طبقات الهواء تحدثها الشوكة الرنانة المتذبذبة. تمام؟ تمام أهو. في حاله الرجوع عماله ايه تنضغط تنضغط تنتقل 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 الى ان ايه تصل الى ايه ذروتها. ده ساعه طبقات الهواء عند نصف دوره بعد بعد واحد ايه بعد واحد سنة زي ما احنا شايفين. تمام. وقلنا ان الموجه الطوليه مثال للموجه الصوتيه مثال للموجه الطوليه. يعني ايه مثال للموجه الطوليه؟ قلنا الموجه الطوليه اتجاه الحركه موازي، حركه الموجه موازي لايه؟ لحركة الايه؟ الاهتزاز. تمام جدا. اهو ادي الموجة، حتى مكبر الصوت زي ما احنا شايفين اهو بينسق صوت، تمام، من خلال شوف الغشاء المذبذب ده متذبذب، بيبدأ هو ينقل الصوت ويضغطه بهذا الشكل، فتظهر أشكال كده منضغطة، تمام، وبعدين تنتقل بشكل ايه؟ تضغطي. زي ما احنا ايه درسنا في الجزء السابق. تمام؟ جزء متذبذب وجزء ايه؟ متخلخل، متضاغط اهو، ده متخلخل وده متضاغط، متخلخل ومتضاغط وهكذا. تمام؟ واحنا اخذنا مع بعض ان المسافه بين اي قمتين او اي قاعين بنسميها ايه؟ الطول الموجي، فاكرين هذا الجزء؟ وخدنا ان ارتفاع الموجة من هنا ده اسمه السعة، سواء من تحت أو من فوق، اسمها إيه؟ السعة. تمام؟ أهي أدي المسافة اللي بيمشيها. يرتفع ضغط الهواء في أي مكان بطول الأنبوبة، تتحرك فيه الموجة الصوتية عن ضغط الهواء، تمام؟ وهكذا، يسير الهواء بشكل إيه؟ الصوت ينضغط ثم يتخلخل وينضغط إلى أن يصل إلى أذن الإنسان. وقلنا إن المسافة بين أي انضغاطين أو تخلخلين متتاليين هي بيسميها الطول الموجي. تمام؟ وأقصى تغير للضغط يعطي إيه؟ أقصى تغير بيدينا السعة الصوتية أو سعة الموجة إيه؟ تمام؟ تمام جدا. وخدنا زي ما خدنا قبل كده إن الصوت بينتقل في الفراغ، الصوت بينتقل في الهواء أو في الماء أو في الأجسام الصلبة، إنما في الفراغ لا ينتقل. وعملنا تجربة وشفناها فيديو مع بعض، جبنا ناقوس ووضعنا فيه جرس، ناقوس مفرغ من الهواء، تمام، وشغلنا الجرس ما سمعناش أي صوت لأن مفيش وسط ينتقل فيه الصوت، خلاص فراغ تام. تمام، يبقى في الفراغ لا ينتقل الصوت. طب تعالى نشوف الكلام ده. أيوه، أدي الطبيعة الميكانيكية للصوت. الموجات الصوتية موجات ذات طبيعة ميكانيكية لأنها تتطلب وسطا تنتقل خلاله، يبقى الموجات دي إيه؟ لها طبيعة، لازم وسط تنتقل من خلاله. تمام؟ وعلى عكس الموجات الضوئية أو الكهرومغناطيسية، احنا قلنا الموجات الضوئية أو الكهرومغناطيسية تنتقل حتى إيه؟ في الفراغ. تمام؟ الضوئية تنتقل في الفراغ. لا يمكن للموجات الضوئية المرور من خلال الفراغ. تمام؟ وقلنا تجربة الناقوس، يمكن استخدام تجربة الناقوس الزجاجي للبرهنة على إن الموجات الصوتية لا تمر من خلال الفراغ. أوريكم فيديو برضه بعد شوية بيتكلم على هذا الموضوع. تمام جدا. الفيديو بعد شويه او في بقيه الدرس في الفيديو الايه الاخر.
طيب يبقى إذن الصوت يتطلب الصوت وسطا للإرسال، لازم يكون في وسط. طيب جميل، تعال نشوف وسط الإرسال ده إيه. وسط الإرسال أي وسط له جسيمات يمكن أن تتذبذب سترسل صوتا، يعني لازم يكون وسط فيه جسيمات زي الهواء، فيه ذرات عمالة تنقل الصوت، والماء عبارة برضو عن ذرات، والخشب أو الحديد أو خلافه الأجسام الصلبة كلها مجموعة من الذرات ممكن إيه تنتقل. طيب السرعة التقريبية للصوت قد إيه؟ هل في الهواء أكتر من المية ولا من الحديد؟ أيهما أسرع؟ تعال نشوف كده، بيقول لك إن الهواء عموما وتكون عموما سرعة الصوت في أي سائل 5 أضعاف سرعتها في إيه؟ في الغاز زي الهواء مثلا كده، أو في أي غاز. يبقى إذن سرعة سرعة الصوت في السائل 5 أضعاف سرعتها في الهواء أو في الغازات. الله، يبقى سرعة الصوت داخل المية أسرع من الهواء، أيوة. وتكون سرعة الصوت في الجسم الصلب أي قد إيه؟ 15 ضعف سرعتها في الغازات. يعني لو في جسم صلب كمان يبقى هي أسرع منه 15 ضعف. شايفين الفرق قد إيه؟ يعني في الهواء السرعة تصل 330 متر في الثانية، وفي المية 1500 متر في الثانية، وفي الحديد تصل ل 5000 متر في الثانية، يبقى هي أسرع. لذلك كان بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن المجاهدين الليبيين زمان، شايفين الجزء اللي أنا بعمل عليه ده، كانوا بيحطوا أذنهم أو بيحطوا أذنهم على الأرض لسماع العجلات الحربية قبل اقتراب جيش العدو، تمام؟ كانوا بيستغلوا الفكرة دي ويحطوا أذنهم على الأرض فيعرفوا إن في عجلات العدو أو عجلات حربية قربت عليهم ولا لأ. استفادوا جدا بشكل علمي من الموضوع. يبقى ينتقل الصوت أسرع في الأجسام إيه؟ الصلب، تمام جدا. طيب هل هناك شروط فيزيائية تؤثر على سرعة الصوت في الهواء؟ أيوة، تعال نشوف كده. بيقول لك إن درجة الحرارة لها تأثير، سرعة الصوت تتناسب مع الجذر التربيعي لمربع الحرارة. طيب تمام. طب في الهواء لو بقى فيه رطوبة، يعني فيه ذرات مية، يبقى السرعة هتعمل إيه؟ هتنتقل أسرع، لأن بقى فيه وجود إلى حد ما نسبة سائل. يبقى لو في رطوبة ينتقل الصوت أسرع عند ارتفاع الرطوبة، تمام جدا. طب الضغط بيؤثر على الموضوع؟ لا يؤثر تغيير الضغط على سرعة الصوت، يبقى تغيير الضغط لا يؤثر، إنما درجة الحرارة تؤثر والرطوبة تؤثر، تمام جدا يا شباب. طيب إزاي نكشف عن الصوت؟ تعال نشوف كده. الله عز وجل سبحانه وتعالى خلق لنا الأذن بتاعتنا، وإحنا قسمناها 3 أجزاء. 3 أجزاء: الأذن الخارجية أهي، والأذن الوسطى، والأذن الداخلية. في التعامل مع الصوت هنقسمها إلى 5 مراحل. كام مرحلة؟ 5 مراحل، منهم مرحلتين في الأذن الخارجية، ومرحلة في الأذن الوسطى، ومرحلتين في الأذن الداخلية. يبقى هنا هيمر، هيبقى في 2 خطوتين، وهنا 1 وهنا 2، يبقى كام؟ 5، تمام جدا. طب تعال نشوف تركيبة الأذن إزاي، الله عز وجل خلقها لنا إزاي. الأذن الخارجية دي عبارة عن شحمة الأذن اللي هي الكبيرة دي اللي بره، خارجية، تمام. وفي بينهم كده تيوب او انبوبه طولها تقريبا 3 سم اهي، اللي بيخش من خلالها الصوت اهي دي، تمام دي. لحد هنا احنا خدنا كده ايه الاذن الايه الخارجيه. سبحان الله، الله عز وجل خلينا دي كده عندنا زي البوق لكي تلتقط الصوت، يعني تبقى حاجه كده يلتقط الصوت وتخش في انبوبه هنا، تمام، وتنتقل من خلالها الى الاذن الوسطى. الاذن الوسطى دي عباره عن ايه؟ جواها طبله الاذن، غشاء طبله الاذن اهو، وفي هنا حاجه اسمها ركاب ومطرقه وسندان. الثلاثة دول بيعملوا ايه؟ ليهم دور مهم جدا هنشوفه بعد شويه، منهم ان هم يكبروا الصوت،
تمام تمام جدا. بعد كده هنخش على الأذن الداخلية. الأذن الداخلية، الأذن الداخلية دي جواها إيه بقى؟ جواها في بدايتها قنوات نصف دائرية، فيها قنوات كده نصف دائرية، وفيها هنا الأعصاب السمعية اللي هي تاخد الصوت وتحوله إلى موجات زي الموجات الكهربائية بيفهمها المخ. تمام جدا. وفي نافذة بيضاوية، وفي في الداخل كده حلزون للأذن. تمام تمام بيقول لك دول بقى ثلاث عظام في الأذن الوسطى. تمام، ايه دورهم؟ بيعملوا بيشتغلوا كأنهم ايه، جهاز رفع. طيب تمام. طيب تعال نشوف بقى المراحل الخمسة اللي احنا بنتكلم عليهم. بيقول لك ايه اول مرحلة؟ ايه ان تستقبل شحمة الأذن الموجات الصوتية، يبقى ده جهاز ايه، الاستقبال بتاعك. تمام، وتوجهها بطول القناة، في قناة هنا تقول لك كام، 3 سنتي اتجاه طبلة الأذن، يبقى أول مرحلة خلاص عملتها ايه. تمام جدا. المرحلة الثانية تتسبب الانضغاطات والتخلخلات للموج الصوتية الطولية في ذبذبة ايه، طبلة الأذن. أول ما توصل الموجات اللي دخلت في القناة اللي هي طولها 3 سم بتخش طبعا ايه، في بشكل تضغطي ومتخلخل. اللي بيحصل بتعمل ايه في طبلة الأذن؟ بتعمل فيها اهتزازات، بتعمل فيها اهتزازات. طب المرحلة الثالثة خلاص تلتقطها بقى العظام الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم، تمام، اللي هو ايه، السندان والركاب والمطرقة. الثلاثة دول داخل بعد طبلة الأذن على طول، بيعملوا ايه، هيعملوا جهاز مكبل اهي، تعمل عظام تلك العظام كجهاز رافع لتضخيم القوة والضغط حوالي 25 مرة عند النوافذ البيضاوية. سبحان ربي الأعلى. يبقى هي بتاخدها وتضخمها 25 مرة يا شباب، سبحان الله. الله عز وجل خلق لنا جهاز في أحد الأجهزة اللي احنا لازم نشكر الله عز وجل عليها، ونشوف الإعجاز الرائع من الله عز وجل سبحانه وتعالى عاملها ازاي. يبقى بتاخد تاخد تضخم القوة والضغط حوالي 25 مرة عند النوافذ البيضاوية. المرحلة الرابعة بقى نخش بقى على الأذن الداخلية، المرحلة الرابعة والخامسة، الاهتزازات عند النافذة البيضاوية. تحدث الاهتزازات عند النافذة البيضاوية موجات ضغط في سائل الأذن، في سائل داخل الأذن الوسطى، بتعمل فيه إيه؟ تحدث إيه؟ ضغط في هذا السائل الذي يحتوي على أنبوب حلزون الأذن. طيب تمام. وبعدين تلتقط الخلايا الحسية داخل أنبوب حلزون الأذن موجات الضغط، وتنتج نبضات عصبية تحملها إلى الأعصاب السمعية، إلى إيه؟ يبقى تدخلها إيه؟ تعملها نبضات عصبية على شكل نبضات إلى المخ، أصوات إيه؟ تسمع، تاخدها توديها. نفس الفكرة أو جزء من الفكرة اللي بدأ الإنسان يستخدمها في نقل المعلومات من خلال الشبكات وأجهزة الكمبيوتر وخلافه، بنفس الفكرة، وإزاي يحولها إلى كهرباء ونبضات وهكذا. يبقى 5 مراحل. طيب تمام. بيقول لك ايه، وتجعل الاذن التي طولها 3 سم، القناه دي اذننا حساسه جدا للتردد 3000، التردد ايه، 3000. طيب تمام، 3000 ايه، هرتز. تمام جدا. طيب تعال نشوف إمكانية السماع المسموع. سبحان الله، إمكانية السمع المسموعية أو إمكانية الإيه، الجزء اللي الإنسان يقدر يسمعه. تمام، الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي الحد الأدنى إن هو يسمع بيه ترددات، تمام، ترددات الصوت دي تصل إلى كام؟ الحد الأدنى 20 هرتز. 20 إيه؟ هرتز. وقلنا الهرتز دي يا شباب اللي هي ايه، وحده قياس التردد. تمام، يبقى احنا حتى لما نيجي القنوات واحنا بنشغل الراديو او بنشغل اي حاجه، يقول لك ايه، الموجه التردد بتاعها اف ام مش عارف 101 كذا هرتز، وهكذا، بيديك الفريكوانسي او التردد بتاعها.
والحد الأعلى، الحد الأدنى للسماع، الحد الأعلى عشان نسمع هو كام؟ 20,000 هرتز أو 20 كيلو هرتز. كام؟ 20,000 هرتز أو 20 كيلو هرتز، تمام؟ وبمعنى آخر، يفترض أن تكون الأذن قادرة على سماع صوت ذي تردد أكبر، يبقى لازم تكون التردد بتاع الأذن تسمعه أكبر من 20 هرتز وأقل من كام؟ من 20,000 هرتز. طب إيه اللي بيحصل للإنسان بعد لما يكبر؟ اللي بيحصل، بيحصل عنده خلل نتيجة ضعف الطبلة وضعف السمع عنده، بيحصل إيه؟ إن الأذن بتاعته ما بتسمعش، الحد الأدنى بتاعها بيكبر شوية، ما تقدرش تسمع لحد 20 هرتز، لازم أعلى من 20 هرتز، وفي نفس الوقت الترددات الكبيرة ما تقدرش تسمع، بتسمع أقل من إيه؟ من 20,000 هرتز. أو بيقول لك إن الأشخاص، ولعلك لاحظت أن كبار السن لا يستطيعون السمع مثل الصغار، لأن قدرة طبلة الأذن تمام على الاستجابة للصوت تتناقص مع العمر، ويصبح مادة مسموعية أقل بكتير للحد الأدنى ويرتفع الحد الأعلى، تمام؟ تمام جدا. لكن في الحيوانات سبحان الله عز وجل، الحيوانات الحد الأعلى بتاع الأدنى بتاعها بيبقى أقل، ممكن أقل من 20، تمام؟ والحد الأعلى أعلى من 20,000 هرتز. تمام، هنشوف دلوقتي فلوت شارت او رسمه من خلالها نفهم الانسان بيسمع قد ايه، تمام، والحيوان بيسمع قد ايه، وكمان الخفاش بيسمع قد ايه. دي التجربه اللي احنا شفناها، تمام. لو انت ادي زي المسطره الحديديه اللي احنا شفناها في الصوره، وانت حاولت تحركها كده، هتسمع صوت قريب جدا من ايه، من هتسمع بعض الصوت، لكن لو بعدت شويه ربما لا تسمع هذا الصوت لان التردد بيكون ضعف. طيب تمام، تعال نشوف بقى كده كيف من الترددات الصوتيه. سبحان الله، ادي هو الانسان، الانسان الحد الادنى ان هو يسمع بكام؟ 20 هرتز، والحد الاعلى بتاع الانسان ممكن يسمع لحد 20,000 هرتز أو 20 كيلو هرتز. أما الحيوانات زي الكلاب، شوف بص الحد الأدنى بتاعها، تمام، بيبقى أقل بكتير، هو ممكن أقل، ممكن يصل لعشرة هرتز، وفوق جدا فوق ممكن أعلى، شوف ممكن يقترب من 100,000 هرتز. شايفين قد إيه؟ طيب تمام. قال لك كمان في الخفاش، سبحان الله، ممكن ايه الحد الادنى بتاعه اهو يبقى كبير، في نفس الوقت ممكن ايه يسمع اعلى من الكلاب، شايفين اهو. لذلك الخفاش بتبقى من احد الكلاب بتبقى حساسه جدا يعني. في نوع بقى اخر اسمه الصوت فوق السمعي، يستخدم فين؟ في التشخيص الطبي، اللي هو الالترا ساوند، شايفين هنا، ده ما حدش الانسان ما يقدرش يسمعه، لكن احنا نقدر نستخدمه، بدأت العلماء يستخدموه في سماع صوت الأجنة أو الجنين في بطن أمه، وبدأوا يشخصوا بعض الحاجات في الاستخدامات الطبية زي ما احنا هنشوف بعد كده مع بعض. طيب تمام، هل الصوت عامل زي الضوء بينعكس مثلا، ليه خاصية الإنعكاس ولا ملوش؟ قال لك فعلا ليه إنعكاس. زي إيه؟ فاكرين لو أنت وقفت مثلا في مبنى فاضي، أحد المباني أو أحد البنايات الفارغة، وبعدين سقفت، عملت عملية سقف كده، إيه اللي بيحصل؟ بتسمع صدى صوت السقفة بتاعتك، ليها صدى صوت، بتسمع تردد، أو ناديت أو عملت عملية نداء على أحد أصدقائك في مبنى فارغ، هتسمع صوتك بيتردد. الله، هو ده الإنعكاس. أيوه هو ده الإنعكاس بالنسبة للصوت. تعال نشوف التجربة اللي هم عملوها، الكلام ده صح ولا غلط؟ وين صدى الصوت؟ بيقول لك تتعرض ايضا الموجات الصوتيه للانعكاس مثل الموجات الضوئيه زي ما احنا قلنا من شويه، وعملوا تجربه كده بسيطه، تعال نشوف. جابوا هنا سطح مستوي صلب، تمام،
وعملوا جدار خشبي هنا لمنع انتقال الصوت، وعملوا هنا ايه مصدر للصوت اهو، تمام، عملوا فتحة صغيرة كده وبدأوا يصدروا صوت من خلال هذا الأنبوب، تمام. وبعدين بدأ الإنسان يحط أنبوبة تانية كده عند الفتحة دي، وبدأ يسمع هل في صوت جاي ولا لأ من هنا. فلقوا إن فعلا تكتشف الأذن الصوت المنعكس كأعلى ما يكون عندما تكون زاوية السقوط، تمام، مع زاوية الإنعكاس، تتساوى الاثنين. عندما تتساوى زاوية السقوط أهي زي الضوء بالظبط، تتساوى زاوية الإنعكاس. أول ما دول يساووا بعض يسمع الصوت بشكل مرتفع، يسمع الصوت بشكل إيه؟ مرتفع، تمام جدا. إذا صدى الصوت أو الصوت بيحصل له عملية إنعكاس، لذلك هم هيستفادوا جدا من فكرة إنعكاس الصوت في إن هم يقيسوا سرعة الصوت. تعال نشوف كده نفس الكلام بالظبط اللي احنا قلنا عليه، بس هو بيشرحه بشكل تاني اهو. لذلك في تصميمات الصالات الكبيرة، تمام، لازم يعملوا حاجات اسمها بيحطوا على الحوائط حاجات تمتص الصوت، مواد كده تمتص الصوت بحيث ما يحصلش ترددات، فالمستمع حتى في المسرح او في السينما او في خلافه لو في ترددات صوت الاصوات هتتدخل مع بعضيها، مش هيستمع بشكل كويس. فبيعملوا ايه؟ بيغطوا الجدران بمواد تمتص الصوت مثل البوليسترين او الستائر للسيطرة على كمية الصوت الصادر من الموجات الصوتية، البوليسترين، تمام؟ تمام. كمان لقوا استخدام جميل جدا من استخدامات صدى الصوت، احنا قلنا في بدأوا يعملوا هذا الكلام في ان هم اي صالة يعملوا لها حاجات عازلة عشان ما يحصلش صدى صوت. قال لك في كمان تانية بدأوا يستخدموه في الإشارات لمعرفة عمق البحار قد إيه، أو معرفة أين يتواجد سرب الأسماك بإرسال إشارة نبضات صوت وملاحظة الفترة الزمنية قبل وصول الإشارة المنعكسة، يعني يصدر صوت، تمام، ويبدأ يحسب الوقت قد إيه من خلال هذه المسافة، تمام، يبدأ يحسب وهو عارف سرعة الصوت قد إيه، تمام، ويعرف الوقت قد ايه من خلالها يعرف المسافه. عارفين السرعه بتساوي المسافه على الزمن، السرعه بتساوي ايه؟ المسافه على الزمن، فمن خلالها اعرف ان انا اجيب المسافه قد ايه، تمام. كذلك الخفافيش بتستخدم نفس الفكر، يعني هي بتصدر صوت وهي ماشيه بالليل، فتعرف صدى الصوت بتاعها في حاجه قدامها ولا لا، بتعمل عملية حسابات الله عز وجل خلقها بيها، تمام. تعال نشوف كده التجربة اللي هنعملها دي. ادي راجل اهو واقف على مسافة معينة اس، وفي جدار او جرف صخري او جرف صخري هنا او حائط، هيبدأ يصدر صوت، تمام، وينتظر ان هو يسمع الصوت ده مرة اخرى، هينتظر ان هو يسمع الصوت مرة اخرى، يسمع صدى الصوت، ومن خلاله ممكن يحسب المسافة. تعال نشوف كده، يقف الرجل على مسافة ما من جرف صخري حسب الشكل ويطلق صيحة فيسمع صداها بعد 4 ثواني، يبقى يسمع الصدى بتاعها كام؟ بعد 4 ثواني. كم يبعد هذا الرجل عن الجرف الصخري؟ شوف هيبدأ يحسب المسافة، وزي ما احنا عارفين أو نتذكر إن سرعة صوت 330 متر على الثانية، 330 متر على الثانية. بيقول لك إيه؟ بيقول لك الزمن المستغرق لانتقال الصوت من الرجل الى الجرف وارتداده خدت كام؟ يعني الزمن عشان تروح وبعدين ترجع تاني خدت كام؟ 4 ثواني. معناها ايه؟ معناها ان هي خدت 2 ثانيه كده و2 ثانيه في الرجوع، تمام. اهو السرعه عندي اهي. طيب انا عندي السرعه بتساوي ايه؟ بتساوي المسافه على الزمن. السرعه بتساوي ايه؟ المسافه على الزمن. طيب تمام، الصوت وهو رايح ورجع خد قد ايه من المسافه؟ خد المسافه كم مره؟ خدها مره وبعدين رجع ورجع تاني، صح؟ يبقى خد المسافه دي كام؟ مرتين اهي، عشان كده كتبنا 2 اس،
يبقى خد المسافة اس دي مرتين، راح وخبط او اصطدم بالجدار وبعدين بدأ يرجع تاني فبدأنا نسمعه، يبقى خدها 2 اس، يبقى انا هضرب في 2 المسافة. تمام جدا. طيب يبقى الاس بقى عشان اجيبها اهو اعمل طرفين في وسطين، اضرب دي بدي اهي، تمام، ودي الناحية التانية اهي طرفين في وسطين زي ما اتعلمنا في الرياضة، يبقى الاس بتساوي في على تي على 2. تمام. ومن خلالها عرفت ان المسافة بين الولد بين الرجل والحائط 660 متر. تمام. بنستخدم قانون يا شباب، السرعة بتساوي المسافة على الزمن، سهلة جدا، بس عشان الصوت بيروح ويرتد مرة أخرى فبضرب في 2 لأنه راح ورجع، معناها إنه خد المسافة مرتين. تمام جدا. قلنا في حاجة اسمها إيه؟ الصوت فوق السمع، الألتراساوند. تمام؟ معناها إن في تردد صوتي أنا ما أقدرش أسمعه. إحنا بنسمع لحد كام؟ 20,000 كيلو هرتز، أو 20,000 هرتز، أو اللي هي كام؟ 20 كيلو هرتز. تمام؟ ده اللي أنا أقدره. طب لو أعلى من كده ما أقدرش أسمعه. بدأوا يعملوا تطبيقات معينة في الصوت الفوق سمع ده، الألتراساوند، بحيث يشخصوا بيها الأجزاء. قال لك إيه؟ نستخدمه في التشخيص الطبي. إزاي؟ يمكن استخدام الصوت فوق السمع للحصول على صورة الأجزاء الداخلية لجسم الإنسان، والشيء في الواقع استخدامه في فحوص قبل الولادة لفحص النمو الجنين. يبقى أنا من خلال الألتراساوند، جهاز الألتراساوند ده اللي بيستخدمه أطباء النساء والولادة لمعرفة نوع الجنين وفحص الجنين، فحص نموه ونبض الجنين وهكذا. بقول لك وترسل نبضات الصوت فوق السمع، وترسل نبضات الصوت فوق الى داخل الجسم بواسطة جهاز ارسال. يبقى احنا بنرسل النبضات دي عن طريق ارسال، ثم نستقبل صدى الصوت المنعكس من اي سطح داخل الجسم، تمام، ونبدأ نراقبه بهذا الشكل. تمام. احنا عن طريق نبضات الصوت وعن طريق أجهزة الأشعة الحديثة نقدر نشوف الصورة ونسمع صدى الصوت اللي احنا هنراقبه بعد ايه فترة معينة. تمام. وكمان قال لك ايه؟ قال لك احنا ممكن نستخدمه في عملية التنظيف. تمام. ازاي؟ بيقول لك قد ينتج عن ارسال الصوت فوق السمعي الطاقة العالية، لأن الطاقة بتاعته عالية، فقاعات مجوفة، وتنشأ تلك الفقاعات المجوفة في مواقع التخلخل، وقد تحل محل الملوثات في الأسطح. يبقى هو من خلالها بتخش تعمل انضغاطات وتخلخلات، ويبقى في فقاعات، ومن خلالها ممكن إيه نستخدمها في إن إحنا نأثر عليها المواد الكيماوية، فتبدأ تقضي على التلوث الموجود على الأسطح. طيب تمام. ازاي بقى احنا قلنا ازاي نقيس سرعة الصوت؟ تعال نشوف التجربة الجميلة دي اللي هنختم بيها درس النهاردة. بيقول لك يمكن قياس سرعة الصوت في الهواء بطريقتين، تمام، بالطريقة المباشرة او بطريقة غير مباشرة. تمام. الطريقة الغير مباشرة زي صدى الصوت. طب هل في طريقة مباشرة؟ اه في طريقة مباشرة. تعال نشوف كده. بيقول لك قياس سرعة الصوت في الهواء بطريقة مباشرة. خدنا الاولانيه في المثال السابق بالطريقه الايه المباشره اللي هي صدى الصوت. تعال نشوف بقى من خلال الطريقه الثانيه اللي هي طريقه الطريقه المباشره. الادوات بتاعتنا هتكون مسدس انطلاق، وسرعه ساعه ايقاف ستوب واتش، وشريط قياس. تمام جدا. وهيقف 2 زي ما احنا شايفين، واحد عند النقطه ايه واحد عند النقطه بي، ده معاه ساعه الايقاف، وده مع المسدس الاطلاق، وده مكان مفتوح، والمسافه بينهم هتكون في مسافه معينه اسمها اس. تمام. الاجراء باستخدام شريط قياس، يقف المراقبان A و B بعيدا عن بعض مسافه محدوده، بنكون عارفين المسافه دي قد ايه. تمام. في مكان مفتوح، والاولاني بيطلق مسدس الانطلاق، والثاني عند رؤيه وميض المسدس، لان المسافه بتبقى بعيده ممكن 1 كيلومتر وليكن، بيعمل ايه؟ اول ما يشوف الضوء بتاع وميض المسدس بيروح مشغل ايه ساعه الايقاف
ثم أول ما يسمع الصوت يروح إيه؟ يوقف، تمام؟ وشوف الوقت اللي إحنا خدناه قد إيه، تمام؟ تمام، وهنشوف بقى من خلالها يبدأ يحسب إيه؟ أنا هو عنده المسافة، تمام؟ ومعاه الزمن، من خلالها يقدر يحسب السرعة قد إيه؟ يبقى السرعة بنقدر نجيبها إزاي؟ وتعطى سرعة الصوت في الهواء بالعلاقة اللي احنا نشوفها، المسافة التي ينتقل فيها الصوت زائد الزمن المستغرق. يبقى السرعة بتساوي المسافة على الزمن بشكل مباشر. أنا لو عندي المسافة مثلا 800 متر، والزمن خدت هي عشان أسمع الصوت 2.4 ثانية، طلع الصوت فعلا السرعة بتاعته كام؟ تصل لتلات 333 متر على الثانية، تمام؟ ممكن يكرر التجربة أكثر من مرة، تمام جدا يا جماعة. هنتوقف لحد هنا، تمام؟ وهناخد المرة اللي جاية إن شاء الله مع بعض إزاي نعرف درجة الصوت وشداته، ونختم المرة اللي جاية مع بعض بإذن الله. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.